مرحبا بكم متابعينا. بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في تجميد البرلمان، أبدى الرئيس قيس سعيد فورا في تنفيذ كل الإجراءات ضد كل الفاسدين في البلاد التونسية. وقامت محكمة المحاسبة باستخراج تقرير محكمة المحاسبة 2019 اللي يثبت فيه بالأدلة أنه في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 صارت العديد من الإخلالات الغير شرعية في الانتخابات، منها استعمال مال مشبوه غير مسرح به في الحملات الانتخابية، وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب، وتمنع تمويل أي حملة إشهارية أو إعلانية الفائدة أي مترشح كان. وهذا بالضبط اللي عملوا نبيل القروي ويوسف الشاهد وحزب حركة النهضة والعديد من الأحزاب الأخرى وقرابة 19 حزب آخر. هذا اللي خلى الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقضي ابتدائيا في حق رئيس حركة حزب النهضة راشد الغنوشي والعديد الأحزاب الأخرى بخطية مالية قدرها 10,000 دينار فقط من أجل تهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي. وهذا بالطبع حكم تافه بالنسبة للي عملوه في 2019 وغرقوا البلاد التونسية في التمويلات الخارجية اللي قدرها يوصل للمليارات، وعملوا حملات إعلانية في التلفاز والعديد من الأماكن العامة حتى يوصلوا لسدة الحكم. وبالطبع هذا الكل رجعوه من السرقة والنهب من فلوس الشعب العامة والتحيل على الشعب التونسي بعد وصولهم لسدة الحكم، واللي ظهرت العديد من قضايا الفساد فيما بعد تخص العديد من الأحزاب التونسية. يعني حكم المحكمة الابتدائية بتونس بخطية مالية قدرها 10,000 دينار لا يضاهي حتى 1% من اللي عملوه. وهذا اللي خلى الرئيس قيس سعيد يستشيط غضبا ويوجه رسالة للقضاء التونسي بتطهير القضاء التونسي، معتبرا انه جزء كبير من القضاة هم شرفاء، ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية، وهذا وفق ما صرح به الرئيس قيس سعيد. وشدد ايضا على التصدي للفساد القضائي اللي قاعدة البلاد التونسية تعاني منه اليوم، وبإذن الله باش يتعاود النظر في التمويلات الخارجية للأحزاب في انتخابات 2019، وإن شاء الله تكون الأحكام في الأيام القادمة أقسى وهكا الشعب التونسي ياخذ حقه من الأحزاب الفاسدة. ما تنساوش في آخر الفيديو باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.